بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب جنو لينكس. معكم عبد المجيب. اليوم بكلمكم عن اوبن زوزا. طبعا اوبن زوزا سويت له تجربه طويله اوكي، عشان بصراحه اعطيها يعني تجربه منصفه. هي التوزيع الوحيده القويه اللي انا ما اعطيتها تجربه طويله، لذلك كنت اعطيها تجربه طويله واعطيكم تقرير بدل ما يكون مراجعه، يكون تقرير شامل عن هذه التوزيعه. طبعا التوزيعه لا بعض الدروس عندي على القناه، ولكن كاستخدام ما استخدمته، لذلك كنا نستخدمه ووضعت تحت تجربه لمده 32 يوم، ممكن يكون 33 اوكي. طبعا من الشهر اللي راح للشهر الحالي. طيب التوزيع ايش موضوع هذه؟ اول شيء التوزيع اسمه اوبن زوزا اوكي، بس عشان اوضح لكم الاسم، لانه كل ما اكتب بتويتر او شيء يطلع لي واحد يقول لي ايه تخترع لي اسم جديد. لا لا لا، هي اسمها اوبن زوزا وليست سوزي مثل ما مروج لعندنا تمام. طبعا زوزا لان المانيه واختصار لكلمه سوفتوير اون سيستم ان فينكبونج تمام. طبعا انا مسوي فيها اني اعرف اتكلم الماني، ترى رحت للويكيبيديا وجبت لكم هذه وقريتها بس يعني اوكي. فعباره معناتها اساسا اللي هي سوفتوير اند سيستم ديفلوبمنت. اوبن زوزا مبني على مشروع او عباره عن مشروع اوكي، مبني عن على مشروع ثاني اسمه زوزا لينكس اوكي بروفيشنال كان اسمه. وطبعا موجود الحين في شيء ثاني اسمه زوزا شو اسمه زوزا البتاع الثاني انتربرايز ماشي. زوزا انتربرايز عباره عن توزيع مدفوعه. عموما المهم ان احنا زوزا وايش موضوع الزوزا هناك، اللي حاب يشوف موضوع زوزا نفسه المدفوع يروح، لكن اليوم بتكلم عن فقط اوبن زوزا وما راح اتكلم عن زوزا لان المواضيع التجاريه خلها على جنب. طبعا توزيعها من المانيا زي ما انتم عارفين، مبني على سلاك وير. زوزا مبني على سلاك وير. سلاك وير عباره عن توزيع غني عن التعريف في اول مفهوم توزيعه بالجنو لينكس، هي اوكي من اقوى واسرع التوزيعات، غير انه فيها صعوبه شويه بالتعامل معه. طيب هذا بالنسبه للترخيص الخاص بالاوبن زوزا، عباره عن فري اند اوبن سورس، فبتحصل فري اند اوبن سورس. المشروع حق زوزا نفسه اوكي، زوزا انتربرايز او زوزا بروفيشنال، بدعم 92 اوكي اللي هو عام 1992. يمكن احد يشوف الفيديو هذا بعد 100 سنه، ف يعني يتوقع انه شيء ثاني. 1992 طيب. الاوبن زوزا نفسه عام 2005 طلعت. طبعا لما طلعت على مشروع قوي فصارت قويه. طيب هذا مشروع الاوبن زوزا. بصراحة التوزيعة تستهدف عدة ناس. طبعا ممكن المبتدئ يتعامل مع المتوسط والمحترف، وبقول لكم اياها بصراحة التوزيعة ما رفضت اي شيء، كل شيء سويته يعني كل شيء سويته، بغض النظر عن بعض الاشياء اللي ممكن تواجهها مع التوزيعة زي موضوع التخصيص وتغيير الواجهات. التوزيعة مو بحقة كلام زي هذا، التوزيعة حقة انه اختر واجهة ونزل التوزيعة بالواجهة هذه. طبعا التوزيعة تجي بواجهة KDE افتراضيا، ولكن فيها واجهات ثانية. خلونا ندخل على التوزيع نفسه، نمر على الموقع، نشوف بعض الأشياء اللي موجودة بالنظام عشان نعطي فعلاً مراجعة دقيقة. أوكي، طبعاً من أول ما تثبت التوزيع بتواجه مشكلة بسيطة، أوكي؟ المشكلة هي إنه ما في شبكة. طيب كيف تحل المشكلة هذه؟ بكل بساطة راح تفتح القائمة هذه، تكتب ياست، أوكي؟ راح أدخل على ياست اللي هو مدير التوزيع أصلاً، بيتسألك عن الباسورد، دخل الباسورد، دخل على نتورك هنا، بعدين راح لم اللي هو نتورك سيتينجز، أوكي؟ تأكد من إنه واحد من هذول مضبط اوكي. فانت لازم تضغط على اي واحد، اي كارت موجود عندك اضغط عليه ثم اضغط على ايديت اوكي. تاكد انك حاط دايناميك، ممكن تحط ستاتيك اذا حاب تحط اي بي معين يعني اوكي، ولكن حط دايناميك، حط على نيكست ماشي. وتاكد برضه اذا كان عندك كارت ثاني ممكن تستخدم الاثنين مع بعض، ممكن تسوي دايناميك بعد نيكست اوكي. بالطريقه هذه انت تقدر تحل موضوع الشبكه ماشي ماشي. هذا بالنسبه لي الشبكه عشان تحل بسرعه ثبت التوزيع. ولكن من وين نحصل على التوزيع؟ تدخل على موقع التوزيع، هذا موقع توزيع اوبن زوزا اوكي زي ما انتم شايفين. طبعا الموقع موجود تحت الرابط اللي هو openzuza.org. بعد هذا get it، من هنا راح تجيب اللي هي التوزيع، كيف تحصل على التوزيع. التوزيع تجي باكثر من طريقه للتثبيت، ممكن تحصل على الدايركت لينك بالتورنت، ممكن ميتا لينك، وممكن بيكا ميرور وتاخذ لك زي ما تقول رابط ثاني اوكي. طيب بالنسبه لنوع الكمبيوتر اللي بتختار من هنا، اللي طبعا مدعوم 32 ومدعوم 64، وفيه اجهزه ثانيه مدعومه ترى، ولكن الاشهر 32 و64، ممكن تاخذ 64 او 32 حسب المعالج عندك. اذا ما تعرف معالجك 32 او 64 خذ 32. فانت ممكن تختار دايركت لينك مثلا، هذا بالنسبه لو كنت بتحصل على ال 4 جيجا دي في دي اوكي اللي فيه كل شيء، ولكن ممكن يكون تحتاج انك تاخذ هذا كله. لذلك ممكن تاخذ لايف جنوم، واجهه جنوم، ممكن تاخذ لايف كي دي اي. الواجهه الافتراضيه اللي انا اكلمكم من هذه كي دي اي اوكي. فانا اخذت لايف كي دي اي ونزلته من هنا مباشره اوكي اوكي. هذه طريقه الحصول على التوزيع، من هنا تحصل عليه. طبعا طريقه تثبيتها ما اتكلم عنها، ولكن من هنا طريقه اللي هي الحصول على التوزيع، لانه تكلمت عن طريقه التثبيت موجود عندي بالقناه اوكي. بعد ما انك تحصل على هذه القناه او عفوا على القناه على هذه التوزيع، ايش هي الخطوه الثانيه بعد ما انك تثبت التوزيعه؟
في طبعا اشياء جميله تمر عليك نات، في طبعا اشياء اذا كنت ما تعرفت على اوبن زوزا فهي شبيهه لطريقه الفيدورا سابقا، ولكن الحين تغيرت الفيدورا شوي، ولكن هذا هو طريقه الحصول على التوزيعه. طيب بعد انك حصلت على التوزيع وثبت توزيعتك اوكي، التوزيع طبعا فيها حاجات كثيره جدا سهله ماشي. اول حاجه راح تلاحظ انه فيه شيء جميل هنا، هذا الحاجه وهذا الشيء عباره عن مدير التحديثات، فانت ممكن تضغط عليه اوكي يقول لك تشيك فور نيو ابديتس، حط على تشيك، هذا راح يسوي تشيك. طبعا هذا دائما يشتغل معك، هو عباره عن برنامج ابر اعتقد انه ابر اللي قلنا الوطن، فانت ممكن انك تلغيه لو حاب تلغيه، ولكن جميل جدا يكون موجود عندك تحت يخبرك بالتوزيعات او عفوا بالتحديثات. طبعا تحديثات اوبن زوزا مستمره دائما، تحصل على تحديثات امنيه، تحصل على تحديثات البرامج اللي عندك للمستودعات الى اخره. هذا بالنسبه لي اللي هي اضافه التحديثات. بالنسبة طبعا هذا راح يحدث لك كل شيء، البرامج والتوزيع نفسه والنواة وكلش، ولو حصل فيه أي شيء يحتاج إعادة تشغيل بيجيك تنبيه يقول لك هذا التحديث يحتاج إلى إعادة تشغيل. هذا بالنسبة لموضوع التحديثات. بالنسبة لطريقة الحصول على البرامج وتثبيت البرامج اللي عليك تسويه دائما تدخل على ياست أوكي، هذا ياست طبعا يفضل أنك تحطه على سطح المكتب لأنك راح تدخله دائما أوكي، هذا ياست. طبعا ياست ترسلك على الباسورد اكيد، انا حتدخل الباسورد حقك بعدين تقول بسم الله. بالنسبه لي الياست وجهك طالع كبير هنا اوكي، خلونا ننزل شوي هنا ماشي. فبالنسبه لموضوع الياست، الياست اشتغلت عليه انا اوكي، مسؤول عن كل شيء في النظام، كل شيء وليس فقط اللي هي البرامج. فانت زي ما انت شايف عندك سوفت وير، الهاردوير، سيستم، نتورك، نتورك سيرفيسز، سكيورتي، فيرتشواليزيشن، فنك سبورت، وعندك اللي هي ميسلينيس. طيب ايش عندنا؟ ايش موجود؟ خلينا نتكلم بالبدايه عن السوفت وير. من هنا ممكن تحصل على السوفت وير اللي عندك، السوفت وير مانجمنت، اضغط عليه. من هنا تقدر تثبت بعض البرامج. طيب كل اللي عليك تسويه تكتب اسم برنامج فقط، فنفترض انه جيمب، اضغط انتر، هذا برنامج جيمب اوكي. اذا حاب تثبت الجيمب اضغط عليه من هنا ماشي عشان تثبته، طبعا هو مثبت ولكن اعتقد انه يحتاج الى تحديث اوكي. اذا حاب تثبت شيء ثاني بس حط علامه صح من هنا، وبعدين راح تحصل انه في اكسبت بالمنطقه هذه تحت. لما تسوي اكسبت راح يثبت لك البرنامج بكل بساطه. هذا موضوع ال البرامج. طبعا كل ما تفتح البرامج وعندك اشياء ثانيه اوكي او مستودعات ثانيه راح يطلب منك، راح يسوي ريفريش. وهذه ميزه حلوه انه ما تثبت برنامج الا مسوي تحديث للمستودعات بحيث انك تحصل على اخر اصدار من البرامج. طبعا هنا في ادون برودكتس اللي هي البرامج الاضافيه الموجوده ممكن تنزلهم من هنا. طيب اذا كان ما عندي برامج من وين اجيب البرامج؟ هذا هو السؤال اللي يضح نفسه. تتميز الاوبن زوزا طبعا بشغله اسمها وان كليك انستول اوكي، هذه اوكي عباره عن ضغط واحده تنزل لك ريتابي. فعلى سبيل المثال للحصر هذا عباره عن الكوديكس الخاصه بالمولتي ميديا. اذا حاب تحصل على الكوديكس الخاصه بالمولتي ميديا اضغط هنا على انستول بس. طبعا زي ما قلت لكم هذا مو موضوع شرح لطريقة الحصول على البرامج او تثبيت البرامج، ولكن راح اوريكم كيف انك تحصل على برامج بضغطه واحده. اللي عليك تسويه تضغط نيكست اوكي، نيكست. طبعا بوريك ان الحزم هذه راح تجي، اضغط على نيكست اوكي، يس اوكي، اعطيه الباسورد. هذا ايش راح يسوي؟ لاحظ انه راح يضيف مستودعات الحين، راح اقول تراست عشان تثقبه، راح يضيف المستودعات ثم تلقى المستودعات عندك موجوده وجاهزه. تميز التوسيع ايضا بموضوع ثاني، موضوع الدعم الرسمي لاغلب الاشياء. فلما تبحث عن برامج معينه تحصل دائما انه اوبن زوزا موجوده كحزمه مو كمصدر او كمستودع او الى اخره. على سبيل المثال ايضا نلاحظ لو رحنا برنامج فوكو سكرين اوكي، راح تلاحظ ان برنامج فوكو سكرين داعم لك الاوبن زوزا والى اخره ماشي. فلو ضغطنا على الداونلود من هنا راح يعطيك الحزمه الخاصه بالتثبيت، طبعا تحصل داونلود فوكو سكرين من هنا اوكي. لاحظ انه راح يعطيك زيب اذا انت حبيت تاخذ ملف زيب اوكي، ولكن ممكن تحصل على اللي هو الخاص بال وين راح اوبن زوزا نفسه عن طريق البحث صح بالحزم حق البرامج. لذلك اعتقد انهم موفرين بالمتصفح حق فايرفوكس البحث بالبرامج هنا نعم، فانت ممكن تكتب فوكو سكرين ضغط انتر هنا ماشي. لاحظ انه في عندك بالمتصفح نفسه الخاصيه هذه حقت البحث عن البرامج، فانت ممكن تبحث من هنا اضغط على فوكو سكرين. طبعا تاكد من انه هذه اخر اصدار عندك، طبعا اصدار استخدم اللي هي 13.1. في عندك فاكتوري، في نوع يسمى الفاكتوري اللي هو خاص بالتوزيع اللي ما بعد جت اوكي. طيب شو انستابل باكجز، طبعا راح يقول لك كونتينيو وكونتينيو. لاحظ انه في هنا اشياء جميله جدا اللي عليك تسوي، راح نثبت احنا الفوكو سكرين باخر اصدار مستقر اللي هو 2. فوانا كليك انستول مره ثانيه راح يجيب لك اللي هي الحزمه، طبعا راح تحط اوبن وذ ياست، نقول يس. طيب هذا راح يجيب لك اللي هي المستودع. لاحظ انه يقول لك عندك مستودعين، في عندك ستاندرد وفي عندك هذا، بتفعلهم كلهم اهلا وسهلا، ما بتفعلهم كلهم اتركهم. طبعا هذا ما له علاقه بالفوكو سكرين ولكن خلونا نسوي له تفعيل. طيب اوب طلع وجه كبير.
نضغط على نيكست. برضه وجهي طويل. ماشي. راح يقول لك راح اثبت هذا البرنامج. قل يس. اوكي. راح تمشي بالخطوات وراح اثبت لك البرنامج. طبعا هذا مجرد مثال. نفس القصة راح اثبت اي برنامج ثاني، خاصة برنامج البرامج التجارية والبرامج الموجودة او معروفة، بتحصل اوبن زوزة دائما موجودة بالدعم وبالوجه. طبعا انتهينا من حكايه البرامج. اوكي، يبقى نتكلم عن التحزيم الخاص بالبرامج. طبعا هي تستخدم RPM. اوكي، فغالبا الموجود يشتغل على الفيدورا راح يشتغل على الزوزه، واي شيء يشتغل على RPM راح يشتغل، ولكن مو دائما. اوكي، ولكن غالبا راح يكون في توافق. اوكي، هذا موضوع التحزيم. طيب، الواجهه الافتراضيه زي ما قلت لكم عباره عن واجهه KDE. هذه طبعا واجهه KDE من اشهر الواجهات من ناحيه الاستقرار والجمال. اوكي، فالKDE طبعا بتحصل مع التوزيع المثبته عده برامج، يعني اشياء خلاص من اول تثبيت ما راح تثبت. فعلى سبيل المثال لا حصل ايضا لو فتحت الاوفيس راح تحصل اشياء كثيره، لو فتحت الانترنت بتحصل اشياء كثيره، ويب براوزر ما راح يكون موجود لك انكويرر وفايرفوكس، ولكن تقدر تحصل على اي برمجيات ثانيه من المستودعات. طيب، الشغل الجميل الثاني، اذا كنت واحد من الناس الهاويين للطرفيه، الجانب هذا ما اهملته توزيعات اوبنزوزا، فانت ممكن تفتح الطرفيه وتبدا تشتغل الطرفيه لاشياء ثانيه. لتثبيت البرامج الاوبنزوزا عن طريق الطرفيه تحتاج طبعا صلاحيات روت. اوكي، عليك تسوي تكتب زبر اللي هو خاص بالاوبنزوزا، ممكن تكتب ان او انستول، ثم تكتب اسم البرنامج اللي حاب تحصل عليه لنفترض جيم. اوكي، طبعا هذا راح لازم يسوي اللي هو تحديث المستودعات. اوكي، ايش هذا يقول لك؟ اوفرول داونلود سايز. طبعا هذا يعلمك عن اللي هو التحميل. انتر. اوكي، راح يبدا الحين يثبت لك اللي هي هذا بتاع شو اسمه جيمب. طيب نقول ايش لاني حاب الغي هذا. في حاجه ثانيه ايضا ممكن تستخدمها هنا اللي هي مثلا زبر ريفرش. هذا راح يسوي ريفرش فقط. اوكي، اللي هي حدث المستودعات. في عندك زبر ابديت، هذا راح يسوي لك ابديت للبرامج اللي عندك. راح اظن يقول لك هذه الاشياء تحتاج الى تحديث. ماشي ماشي. طيب ماذا عن الاشياء الثانيه اللي تهمك كمستخدم عادي او يومي؟ خلينا ندخل على الياست ونشوف. لو فتحنا على الياست هنا عن طريق اللي هو ايش يهمنا، طبعا هذا السوفت وير ريبوزيتوري. من هنا ممكن انك تسوي الاداره للمستودعات. زي ما انتم شايفين انه المستودعات هنا ممكن تديرها ببساطه شديده، انك تضغط على هذه انيبلد تشيلها خلاص تم الغاء. ما تفتح ملف وتعدل عن طريق الملف، لا، هنا بواجهه رسوميه مبسطه جدا. فلو حبيت الغي مثلا هذا مثلا المستودع هذا، اوكي، كل عليك طبعا هو ملغى اصلا هذا، بس تشيل الانيبلد هذه وتحط له اوكي وراح يلغي. ماشي. طبعا في عندك ريفرش هنا، ممكن تسوي ريفرش على الاشياء الموجوده. اوكي، طيب اللي هو تحديث. خلونا نرجع لهنا. يس انديد. طيب طبعا في عندنا اللي هي الهاردوير. الهاردوير في اشياء جميله هنا، من ضمنها وجربتها اللي هي برينتر. فمن هنا بسهوله شديده ممكن تتعامل مع الطوابع اللي عندك لو كانت موجوده عند الطوابع حلو الطابعات. اوكي، فالطابعات اللي عندك ممكن تتعامل معها هنا بسرعه، تحصل الطابعه موجوده هنا وتمشي بخطوات الطابعه. وعلى حسب، اذا كانت اتش بي، اتش بي راح يجيب لك اتش بي لب، واتش بي لب راح يجيب لك حزم الانترنت طبعا اغلبها مغلقه، وبعدين راح يشغل لك التوزيعه. طبعا سكانر والصوت وغيره. طبعا في هنا حاجات ثانيه زي مثلا لو حابب تعدل على النظام. طبعا تلاحظ انه ملف النظام هذا موجود لك بواجهه رسوميه، فعباره عن ملف نصي، فانت ممكن هنا تبدا تشتغل عليه وتزين اللي تبي. طبعا هذه عباره عن خيارات متقدمه، ممكن انك ما تدخل عليها اصلا، مو بلازم. بالنسبه للغه، وهذا اهم شيء موجود، ممكن تختار اللغه اللي تبي من هنا. برايمري لانجوج، ابحث عن البرايمري لانجوج اللي تبي لي. عربيك، تمام. طبعا حاطين علم مصر المره، بالعاده يحطون علم السعوديه. طبعا في لغات كثيره ممكن تحصلها مليان هنا. بالمناسبه انت ممكن تحصل سكندري لانجوجز لو كانت اللغه حقتك موجوده هنا وخلاص. طبعا هذا مجرد لغه، ولكن ماذا عن اللوكيل نفسه؟ اوكي، طبعا انت ممكن تحصل على اللوكيل اللي هو اسم التوقيت والتقويم والاشياء هذه عن طريق الكي دي اي نفسه. فضغطنا على الكي دي اي من هنا لان هي الواجهه الرسوميه، فضغطنا على الكونفيجر ديسكتوب من هنا راح تحصل انه في هنا لوكيل. من هنا ممكن تستخدم اي لغه تبي. ففي لغات ممكن تضيفها من هنا عن طريق المستودع البرامج ولا كذا. ماذا عن الاشياء الثانيه؟ في عندك اللي هو سيستم باك اب وسيستم ريستوريشن، نسخه احتياطي واستعاده نظام. ممكن هنا تسوي نسخه احتياطي اللي تبي. اوكي، طبعا ممكن تختار اشياء معينه بروفايل وغيره، ثم تبدا تمشي بموضوع الحزم. طبعا في عندك ايضا استعاده النظام. النتورك ديفايسز، وهي عباره عن ادوات النتورك، وتكلمت عنها قبل شوي ووريتكم كيف نقدر احنا نشتغل على النتورك ببساطه سريعه جدا. في عندك هنا نتورك سيرفيسز، ايضا في اشياء ثانيه خاصه بالبروكسي والمشاركه، هنا اشياء خاصه بالحمايه. فين من هنا مباشره كمستخدم يومي ممكن تحتاج انك تضيف مستخدمين. بكل بساطه تفتح هذه الواجهه، تضيف مستخدم اللي تبي من هنا، بس حط له باسورد وتمشي. طيب خلونا نقفل هذه. ماذا عن السوده اللي هي صلاحيات السوده؟ ممكن من هنا نختار
صلاحيات السودو تعدله، من اللي يستخدم السودو، كيف تستخدم السودو، باسورد من باسورد، يعني اشياء زي هذه. الفاير وول من هنا ممكن تعدى عليه. طبعا الفاير وول يفترض انك ما تسوي شيء بالفاير وول افتراضيا، ولكن لو كنت ممكن تستخدم اوبن زوزا كسيرفر، وما انا ما ارشح اوبن زوزا كسيرفر لانه فيه توزيعات ثانيه مناسبه للسيرفر اكثر من اوبن زوزا، ولكن ممكن تستخدمه كسيرفر بالمناسبه وراح تعطيك اداء عالي. طيب في عندنا الفيرشواليزيشن، من هنا ممكن تستخدم ادوات اللي هي خاصه بالمحاكاه للانظمه واشياء ثانيه. اوكي، في عندك سيستم لوج، هذا راح يعطيك قراءه للسيستم لوج اللي عندك، ايش صار بالنظام والى اخره. فلو نزلنا بسرعه بسرعه راح نلاحظ انه هنا في اشياء اخر شيء سويناه. طبعا راح تلاحظ انه في بلاوي هنا سويناه، كلوز جوب. اوكي، راح تلاحظ انه فتحنا الطابعه قبل شوي، لو رجعنا شوي بتلاحظ انه في فيرتشوال بوك ستيشن. طبعا في اشياء كثيره هنا خاصه بالشبكه، اي شيء يصير الشبكه جدار اي تعديل تسويه حصل موجود هنا خاصه بالمسجز هنا. طبعا احنا ممكن نعدل هنا، في عندك البوت مسج. اوكي، ما ادري ليش ما اختاره. اوكي هذا خاص بالاقلاع، ولكن ما ادري ليش ما طلع ما اشتغل. طيب نقوم ونسكر هذا. هذا اللي موجود بالنسبه للياس. طبعا التوزيع بصراحه اعطيكم اياه على بلاطه، توزيع قويه جدا جدا. تقرير زي هذا ما يكفي انك تتكلم عن التوزيع او بنزوزه. زي ما قلت لكم التوزيع موجه للجميع، من مبتدئ الى محترف الى متوسط، مبرمج، مصمم، اي شيء موجود التوزيع هذا راح تدعمك. اذا كان في عيب بالتوزيع اوكي، فهو عيب الدعم الطويل. اوكي، طبعا في عندنا توزيعات دعم طويل تصل 5 سنوات. التوزيع هذه اعتقد انه سنتين او سنه، انا مو متاكد من التاريخ بالضبط، ولكن التوزيع اذا كان فيها عيب، طبعا هذا ما يسمى عيب لانه ممكن انك تستمر حتى على التوزيع بدون ما انك حتى راح تصلك تعديلات. ماشي ماشي، إلى هنا انتهت مراجعة التوزيع. نشوفكم إن شاء الله في درس قادم، مع السلامة.